بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كما جمعتنا في هذا المكان أسألك يا حي يا قيوم، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا، أن تجمعنا في جنات النعيم. اللهم ارحم ضعفنا واغفر الزلل واغفر خطايانا يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إنه الله جل في علاه، إنه الكريم الله جل في علاه، إنه الرحيم الله جل في علاه، إنه الله العظيم جل في علاه، يقبل التائب ويتوب على التائبين، ويفرح بتوبتي وتوبتك، ويفرح بتوبة التائبين، ويبدل السيئات حسنات. ولا إله إلا الله، يبدل السيئات حسنات، ويغفر الذنوب، ويحب العبد التائب. أنين التائبين عنده أفضل من أنين المسبحين. فلا إله إلا الله، فهنيئا لك يا من تبت إلى الله جل في علاه. أحبتي في الله، يقول الله جل في علاه في آيات عظيمة لمن تاب ورجع إلى الله جل في علاه، ووعد من الله جل في علاه أن يبدل سيئات حسنات. أحبتي في الله، يبدل السيئات حسنات، السيئات يبدلها حسنات. فلا إله إلا الله، هذه عظمة الله جل في علاه، هذه رحمة الله جل في علاه، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ويبدل السيئات حسنات. يقول الله جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فلا إله إلا الله. أحبتي في الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه الآية وهو جالس مع الصحابة، قال مع الصحابة: إني أكثركم حسنات. فتعجب الصحابة: كيف ونحن دخلنا في الإسلام قبلك؟ فقال: لأني أكثركم سيئات في الجاهلية. فقال: كيف؟ فقال: لا تسمعون قول الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، فبدل الله سيئات حسنات. فلا إله إلا الله، أحبتي في الله، يبدل السيئات إلى حسنات، ليس فقط يغفرها، يا ليت يغفرها فقط، إنما يبدلها سيئات حسنات. فلا إله إلا الله. ويقول الله جل في علا عن نفسه العظيم الكريم الغني عنا: وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحا. فلا إله إلا الله، من نعم الله جل في علا ليل نهار، أحبتي في الله، ينعم الله جل في علاه، يجعلنا نأكل من رزقه، ويجعلنا نمشي في أرضه، ويجعلنا ننام، ويجعلنا نضحك. فلا إله إلا الله. وينعم علينا بنعم لا يعلمها إلا الله جل في علاه، أن تعد نعمة الله لا تحصوها. كم من نعم أنعمها الله جل في علاه علي وعليه، ونحارب الله بالمعاصي. لا إله إلا الله. هل عظمنا الله؟ هل احترمنا الله؟ هل استحينا من الله؟ هل تأدبنا مع الله؟ إذا أردنا أن نعصي الله جل في علاه، إذا أردت أنا وأنت أن نعصي الله، نتذكر رؤية الله. أحبتي في الله، نتذكر رؤية الله، نتذكر نعم الله الكريم جل في علاه. الله جل في علاه، أحبتي في الله، يستطيع أن يقبضنا على المعاصي، لكن يعلم أن نحن ضعفاء، يعلم أن فقراء إليه. فلا إله إلا الله. كم من إنسان عصى الله فأمهله الله جل في علاه. تأمل هذه القصة العجيبة، تأمل هذه القصة العجيبة لأحد الشباب كان مصرف على نفسه، أحبتي في الله، بالمعاصي وبالمخدرات، وكان شابين، أحد الشباب أكرمه الله جل في علاه بنعمة الاستقامة، نعمة الهداية التي يتمناها أبناء الملوك، الذي يتمناها الإنسان، لأن الهداية والاستقامة
المال يعطيه الله جل في علا الذي يحب يخرج ما يحب، والجاه والرئاسة، ولكن الهداية يعطيها الله جل في علا. فلا إله إلا الله. إذا كرمني أنا وأنت الله بالاستقامة فنحمد الله، فنحمد الله أحبتي في الله بهذه النعمة العظيمة، فيجب أن نحمد هذه النعمة.